إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. ورئيس البرلمان المصري يدين تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي بشأن الطالب السجين باتريك جورج. الزمالك يفوز بكأس السوبر الأفريقي. ووزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن قرب التوصل لاتفاق نهائي بشأن سد النهضة نهاية الشهر الجاري. تابعونا. أعلنت وزارة الصحة المصرية إنها اكتشفت أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في البلاد. وقال بيان الوزارة إن الحالة لشخص أجنبي وإنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض. وأضافت الوزارة أنه تم إجراء التحاليل المخالطين له وجاءت جميعها سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيا في إجراء احترازي لمدة 14 يوما، وكذلك تم تعقيم المبنى الذي كانت تقيم به الحالة. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عزل المصريين العائدين من ووهان الصينية في مستشفى بمحافظة مرسى مطروح. وينضم إلينا من القاهرة عبر سكايب الدكتور إسلام عنان، مدرس اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعة المستقبل. أهلا بيك معايا دكتور. ودكتور إسلام، يعني زي ما أنا بقول كده، البيان بتاع وزارة الصحة تقريبا قال ذكر كل الإجراءات اللي نفذتها وزارة الصحة للتعامل مع المريض وللتعامل مع المحيطين به. خلينا نبدأ من البداية، إيه قراءة حضرتك للبيان والإجراءات اللي ذكرتها وزارة الصحة؟ مبدئيا اهلا وسهلا بيكي. البيان ببساطه هو ان الاجراءات الموجوده في مطار القاهره هو ان لو في حد قادم من منطقه كان فيها اصابه بالعدوى او من المناطق اللي فيها بؤره العدوى زي الصين وسنغافوره وتايلاند بيتم تحليل. في الاول كان التحليل الحراري فقط، الان بقى في تحليل مخصص لفيروس كورونا. زي ما انت قلتي بالظبط، التقرير نفسه مش موضح الجنسيه بتاعت الشخص، بس هو شخص اجنبي مش مصري، ومش موضح برضه كان رجل او انثى. لكن الاجراءات اللي اتبعت هي الاجراءات ال WHO كانت اقرتها من حيث العزل 14 يوم، كل المرافقين ليه تم بالفعل السكريننج او المسح الطبي واثبت ان هو نيجاتيف، وحاليا احنا في انتظار التقرير اللي هيطلع بكره باذن الله. طب دكتور اسلام، زي ما حضرتك قلت البيان يعني ما ذكرتش تفاصيل كتير عن الحاله، لكن يعني ايه السبب؟ يعني البيان حتى ما قالش مثلا يعني تم العثور ازاي على الحاله دي، هل تم استيقافها في المطار؟ هل كانت موجوده في مصر؟ لو كانت موجوده في مصر موجوده في انهي محافظه؟ كانت موجوده بقى لها قد ايه؟ دكتور اسلام؟ متهيألي احنا هنبقى جاي اجراءات مختلفه تماما في مصر من حيث التدريب ومن حيث المعلومات. لكن عموما فكره ان في حاله وصلت قرار لل WHO هي اعتبرها خطوه جيده من حيث المعلوماتيه. ان احنا كنا متوقعين ان بلاد افريقيا ما فيهاش اي حجم معلوماتي يتيح ان هم يعرفوا يديتكت او يكتشفوا حالات. فاللي احنا محتاجينه الفترة اللي جاية هو بيانات أكتر، لو كان في حالة مصابة بالفعل عايزين نعرف في كام حالة we are suspecting شاكين فيها، من الحالات المشكوك فيها كام حالة ممكن تبقى مستقبل إيجابية. إن مصر من أكتر بلاد أفريقيا تعاملا مع الصين، احنا كان بيدخل لنا في الشهر 50,000 مواطن صيني كل شهر، فبالتالي ظهور حالة واحدة ده معناه إن احنا محتاجين نرفع حالة الاستعداد كذا درجة. بس هل يا دكتور كون المريض أجنبي يعني بيخفف من القلق شوية من فكرة انتشار المرض؟ هيخفف شوية، بس فكرة ان هو المرض اصلا بينتقل قبل ظهور اعراض، والشخص نفسه كانوا بيقولوا ان هو لسه ما ظهرش عليه اعراض، يعني كان في فترة حضانة الفيروس قبل ظهور الاعراض، فبالتالي احنا ما نعرفش حجم الانتشار بتاع العدوى ممكن يكون عامل ازاي. أمال على أي أساس تم الاشتباه بإصابته بالمرض؟
ما عندناش معلوماتها. تظل دي علامة استفهام هنعرفها غالبا في التقرير بتاع بكرة بإذن الله. طب يعني خلينا نبتدي برضو بشكل معلوماتي عشان خاطر الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا، يعني ان شاء الله ان شاء الله ما يكونش فيه اي قلق وما يكونش فيه، يعني باذن الله ما يكونش فيه اي مشاكل، لكن خلينا برضو نعرف مثلا المواطن لو حس او استشعر ايه المفروض ان هو يلجا ويحتاج للمساعده ويتجه الى المستشفى بشكل مباشر. شكرا، سؤالك مهم جدا. هو دي المشكله الكبرى، ان اعراض فيروس كورونا مشابهه جدا لاعراض البرد العاديه، ومشابهه جدا لاعراض انفلونزا الخنازير H1N1 اللي هي عموما موجوده في مصر كل سيزون بيظهر كذا حاله. بس عموما اي شخص عنده حراره عاليه، احتقان في الزور، وجع وضيق في التنفس، اي اعراض مشابهه لاعراض الالتهاب الرئوي محتاج يتجه فورا لاي مركز طبي ان هو يبتدي يكشف. وعموما الكشف دلوقتي اصبح سهل، يعني احنا عايزين بس نطمن الناس ما تخافش. الناس كلها خايفه لو عنده برد وراح مستشفى يتحجز 14 يوم. لا، الكلام ده مش صحيح، يعني هيروح يتعمل له التحليل، لو طلع لا قدر الله في اي حاجه ساعتها هيتحجز. وعاده يعني الفيروس كورونا لو حد شاب ما عندوش اي امراض معينه، ما عندوش سكر، ما عندوش ضغط، ساعتها حتى لو كان عنده اصابه فيروس كورونا غالبا نسبه الشفاء هتبقى عاليه جدا، يعني غالبا 90%، وبتيجي اعراضها زي البرد وتروح. الناس اللي عندهم خطوره شويه هي الاطفال وكبار السن، او اللي عندهم امراض ممكن تقلل المناعه اللي بيسموهم immune compromised patients. غير كده الناس محتاجه تطمن، لان برضه انا حاسس الفتره الاخيره الناس ابتدى بسبب الاشاعات وقله المعلومات الناس كلها خايفه، يعني ايفن حتى خايفين لما يشوفوا اي حد صيني يبعدوا عنه فاكرين هو هيتعدوا. فالموضوع مش للدرجه دي. طيب خلينا نقول اكتر ايه طرق انتشار المرض وايه طرق الوقاية اللي انا كمواطن عادي ممكن اقوم بيها عشان احاول احمي نفسي حتى من انتشار المرض. الفيروس كورونا بينتشر بالرذاذ، بالعطس، الاماكن المزدحمه. عموما اي حد مصاب ممكن لو عطس مسك حاجه حد تاني يستخدمها. فعموما النظافه الشخصيه اهم حاجه، غسل الايد باستمرار ده اكتر نصيحه بننصحها للناس. لو عنده اي اعراض برد او هيروح مكان ممكن يتعرض فيه لزحمه ويبقى فيه ممكن يبقى فيه اصابه، محتاج ان هو يبقى حاطط كمامه طبيه. الكمامات موضوع كبير، لان الناس فاكره ممكن يشتري كمامه واحده وهيفضل بيها كل يوم. لا، الكمامه لو اتشالت يعني اتخلعت خلاص مش هينفع يركبها تاني، محتاج واحده جديده. بس عموما احنا مش محتاجين كمامات الا اذا كان في منطقه شاكين ان ممكن يبقى فيها نسبه اصابه، او ان الشخص نفسه عنده اعراض برد. غير كده الاستخدام الكتير او الاوفر يوزنج للكمامات مش محتاجينه، مش محتاجين نخزن كمامات كمان. طيب دكتور اسلام، يعني انت قلت ان الناس اللي سنها الشباب يعني اللي ما عندوش امراض مزمنه يعني تم علاجه ونسبه علاجه 90%، هل يعني اقتربنا من الوصول الى علاج لفيروس كورونا ولا هو زي ما حضرتك ما بتقول بياخدوا ادويه مثلا شكلها ايه وهل موجوده عندنا في مصر؟ لو الشخص مناعته كويسة بياخد أدوية تسيطر على الأعراض، فلو عنده حرارة مرتفعة هياخد دواء عشان يسيطر على الحرارة، لو في كحة هياخد أدوية للكحة، وهياخد أدوية مضادة للفيروسات أنتي فايرال اللي هي موجودة حاليا. دي كافية إن هي تخلي الفيروس ياخد الفترة بتاعته ويروح. عادة هو الفيروس بياخد الوقت بتاعه العادي الطبيعي وبعد كده بيبتدي يختفي. احنا حاليا واحنا بنتكلم في مؤتمر قائم في منظمه الصحه العالميه للبحث والتطوير للادويه واللقاحات. احنا محتاجين حاجتين، لقاح عشان الناس السلام ياخدوه عشان ما يجيلهمش الفيروس، ومحتاجين علاج للناس اللي اوريدي جالهم الفيروس. الاثنين لسه قيد البحث، يعني في اكتر من فايل اتقدم واحنا منتظرين الاختبارات السريريه ليها الاسبوع اللي جاي، من اول يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله، ان يبتدي في بيشنتس او يبتدي في مرضى للفيروس ياخدوا الادويه الجديده. لغايه دلوقتي ما فيش حاجه رسميه ان في دواء فعال او ان في لقاح فعال. كل اللي احنا بنسمعه ده كله اشاعات او حاجات غير مؤكده. احنا بنشكرك، كنت معنا عبر خدمة سكايب الدكتور اسلام عنان مدرس اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الاوبئة بكلية الصيدلة جامعة المستقبل، شرفتنا يا دكتور. أعرب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لتصريحات رئيس البرلمان الأوروبي الداعية لإطلاق سراح
الطالب السجين باتريك جورج. وصف عبد العال في بيان صدر عنه هذه التصريحات بأنها تعد تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي واعتداء على السلطة القضائية المصرية. وأضاف أنها اعتمدت على معلومات مغلوطة من منظمات سبقة لمصر أن أعلنت عن رفضها لادعاءاتها المغرضة والمسيسة على حد قوله. وكانت جهات أمنية قد ألقت القبض على باتريك قبل أيام في مطار القاهرة فور عودته من مقر دراساته في إيطاليا، وقال محاموه أنه تعرض للتعذيب. انضم إلينا عبر الأخبار الصناعية المحامي والحقوقي مصطفى فؤاد. أهلا بيك معايا أستاذ مصطفى، وخلينا نبدأ من بيان رئيس البرلمان. الحقيقة رئيس البرلمان في البيان بيان تقريبا مكرر ومشابه لبيانات سابقة للبرلمان المصري أيضا في الردود على بعض الانتقادات الحقوقية اللي تم توجيهها لمصر قبل كده، ولبيانات الخارجية والبيانات الهيئة العامة للاستعلامات وإلى آخره من البيانات. إيه رأيك بشكل عام في طريقة التعامل المصري الرسمي مع كل الانتقادات الحقوقية اللي بيتم توجيهها ليهم؟ في الحقيقة النظام المصري، وهنقول كلمة النظام المصري بتشمل السلطة القضائية والسلطة التشريعية لأن هم أصبحوا حاليا جزء من السلطة السياسية في البلد، حاليا بيتعاملوا مع حقوق الإنسان وكأنها يعني جزء لا يتجزأ من السياسة الداخلية، إنما في الواقع حقوق الإنسان مش شأن محلي. يعني حقوق الإنسان بيحكمها مواثيق دولية برعاية أممية. يعني المفروض إن زي مثلا التعليق الأخير من الاتحاد الأوروبي وزي تعليقات الأمم المتحدة بخصوص موضوعات حقوق الإنسان في مصر وغيرها، ده طبيعي جدا لأن حق الإنسان مش اللي بيرعاه مش الحكومة المصرية، ولكن بترعاه المواثيق الدولية المفروض بتنفذها الحكومة المصرية والدساتير بتشرعها. اللي بيحصل حاليا إن النظام بيبالغ كتير في فكرة الشأن الداخلي والتدخل الخارجي وغيره، وهذه الكلمات الكبيرة اللي بيحاولوا بيها ان هم يقفلوا على المصريين، وان القمع والذل اللي بيحصل المصريين يفضل كأنه شأن داخلي، بس في الحقيقة هو ده مش شأن داخلي أبدا. طب مصطفى، البيان يعني ذكر ان باتريك تم اتخاذ اجراءات قانونيه ضده في سبتمبر 2019، وان تم القاء القبض عليه في المطار حين عودته لزياره مصر في اثناء اجازته من دراسته. لكن الحقيقه البيان ما جاش على الذكر على الاطلاق هل النيابه بدات في التحقيق فعلا في ادعاءات التعذيب اللي اعلن عنها محامين بتوع باتريك؟ هل عندنا معلومات اذا كان النيابه ابتدت تاخد اجراءات قانونيه في ادعاءات التعذيب دي ولا لا؟ النيابة ما خدتش أي إجراءات، وطبعا زي ما قلنا إن السلطة القضائية أصبحت جزء من السلطة السياسية. النهاردة خرج علينا المجلس الأعلى للقضاء بيندد برضو بتعليقات البرلمان الأوروبي بخصوص وضع حقوق الإنسان في مصر وبخصوص وضع باتريك. من الواضح جدا إن السلطة القضائية من فوق لتحت لحد النيابة العامة مش شايفة شغلها، هم مركزين في الرد السياسي على الاتهامات الحقوقية الموجهة لمصر، ولكن شغلهم الحقيقي اللي المفروض يعملوه هو التحقيق في الانتهاكات اللي حصلت لباتريك، التعذيب وسوء المعاملة اللي حصلوا معاه في الأكثر من 24 ساعة اللي تم احتجازه فيهم والاختفاء القسري اللي حصل له. لا طبعا ما اتفتحش أي تحقيق في ده. طيب البيان ذكر ان دي كلها اجراءات قانونيه قضائيه، وبالتالي رئيس البرلمان الاوروبي لما بيتكلم عنها هو بينتهك القضاء المصري واجراءات القضاء المصري والى اخره. ايه رايك في التعبيرات دي؟ هو طبعا يعني ده ما فيهوش اي انتهاك للقضاء المصري، كمان بالاضافه لنقطه ان دي اجراءات قانونيه. يعني السيد علي عبد العال المفروض ان هو استاذ قانون وعارف ايه هي الاجراءات القانونيه ان اللي المفروض بتتبع في حالات الضبط والاستيقاف والقبض على مواطن، ان باتريك مقبوض عليه من مطار القاهره ازاي يتعمل له محضر ان هو متاخد من البيت في المنصوره. دي اول نقطه، المفروض ان هو قبل ما يعلق على تعليقات البرلمان الاوروبي لا يشوف النيابه العامه عملت ايه في سير القضيه. كمان في الاتهامات الموجهه لباتريك ان هو طبعا الاتهامات مبنيه على احراز هي عباره عن منشورات من على الفيسبوك ان باتريك بيروج للارهاب. طب ايه هو الارهاب اللي باتريك المفروض بيروج له؟ يعني شخص مسالم باحث، فين مثلا السلاح اللي هو كان المفروض ان هو بيروج للارهاب عن طريقه؟ ايه هي المظاهرات اللي كان بيروج لها؟
ايه هو ترويع المواطنين اللي كان بيروج له. انما السيد علي عبد العال طبعا شايف ان دي كلها شكليات، وانما الرد السياسي هو اللي المفروض يقوم بيه دلوقتي السلطه التشريعيه، يعني كله بيدور في فلك السيسي والرد السياسي وحمايه السيسي. طب تعليق رئيس البرلمان الأوروبي قال تحديدا إن علاقتنا بالدول الأخرى تستند إلى احترام حقوق الإنسان، لكن في نفس الوقت احنا شفنا قرارات بالفعل صدرت قبل كده من البرلمان الأوروبي بوقف تصدير الأسلحة إلى مصر اللي ممكن تستخدم في القمع، ومع ذلك في دول فعلا انتهكت القرارات دي. فهل البيانات اللي بالشكل ده وانا اللي بتصدر من البرلمان الأوروبي او من غيره من المؤسسات السياسية لازالت هامة ولازالت بتحدث اي تغيير؟ يعني البيانات تلك بتكون ضاغطة إلى حد كبير على الدول. يعني عندنا مثلا في مصر في الوضع الإيطالي تحديدا، من بعد مصر كانت من أكبر الدول المستوردة للسلاح من إيطاليا لحد جولي ريجيني، لحد مقتل جولي ريجيني، ثم بعد كده نزل جدا المليارات اللي كانوا بنشتري منها من إيطاليا بسبب إن الحكومة الإيطالية وقفت تصدير جزء كبير من الأسلحة. يعني كنا في حوالي تقريبا 34 أو 24 مليون مليار دولار لحد ما وصلنا ل 7 مليار، إنما وصلنا في 2018 تاني، رجع تاني المعدل، رجع أعلى مستويات في التصدير. اللي هيحصل في الفترة اللي جاية إن ضغط من المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية في أكتر من مكان لوقف تصدير السلاح، لأن هو ده البيزنس اللي بيقام بيه اللي بتقام بين الدول اللي بيضغط على الرأي السياسي. طب مصطفى دايما بيتقال ان المفروض الموقف الوطني هو رفض اي تدخل اجنبي، وخاصة لما بيكون التدخل الاجنبي ده يعني بيتكلم عن القضاء وعن احكام القضاء والى اخره، وان اي تدخل اجنبي اي حد فينا بيتقبله او بيسعى ليه من المنظمات الحقوقية والحقوقيين والنشطاء والى اخره هو استقواء بالخارج وهو خيانة للوطن. ايه رأيك؟ زي ما قلت لك ان مفيش حاجه اسمها استقواء بالخارج وتدخل اجنبي في حقوق الانسان. حقوق الانسان بتحكمها مواثيق دوليه، الدول الموقعه عليها ليها حق ان هي تعلق على الاوضاع الحقوقيه في البلدان المختلفه، زي ما بيحصل في المراجعه الدوريه الشامله للامم المتحده في وضع مصر اللي حصلت في نوفمبر اللي فات. كل الدول علقت على الوضع الحقوقي داخل مصر، ولما بيحصل انتهاكات في اي بلد البلدان الاخرى بتعلق. يعني حتى مصر نفسها علقت على الانتهاكات اللي حصلت في حق المتظاهرين، متظاهري السترات السفراء في فرنسا. يجوا النهارده يقولوا ان هذا تدخل خارجي في الوضع الحقوقي لمصر والوضع السياسي في مصر. لا طبعا، يعني ده كلام بينم عن جهل شديد من السلطه الحاكمه. بس مصر دايما ما بتستخدم التعليقات دي عشان خاطر تقول للدول الأوروبية انتوا كمان عندكم انتهاكات لحقوق الإنسان، يعني هي يعني استخدام مصر التعليقات المتعلقة بحقوق الإنسان وانتقاداتها لأوروبا وأمريكا دايما بيكون مبطنة ان انتوا كمان عندكم انتهاكات لحقوق الإنسان فما توجهوش لينا الأصبع في ان انتوا تعلمونا حقوق الإنسان مش دفاعا لحقوق الإنسان، ولا ايه رأيك؟ اه طبعا، ما بيكونش دفاع عن حقوق الانسان، هو بيكون نكاية فيهم بعد تعليقاتهم على حقوق الانسان داخل مصر. ولكن الشاهد من الامر ان هذه النقطة مفتوحة للدول الموقعة على المواثيق الدولية ان تقدر تعلق على ما وقعت عليه باقي الدول. بنشكرك، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية المحامي والحقوقي مصطفى فؤاد، شرفتنا يا مصطفى. قبل ساعات عمت الأفراح مقهى القلعة البيضاء بعد فوز فريق الزمالك بلقب كأس السوبر الأفريقي بعد فوزه على الترجي التونسي ب3 أهداف مقابل هدف. المباراة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة لم تشهد أي أحداث شغب بين جماهير الفريقين الشقيقين، وأحرز أهداف الزمالك اللاعب المصري يوسف أوباما واللاعب المغربي أشرف بن شرقي. وينضم إلينا من الدوحة الناقد الرياضي صفوت عبد الحليم. أهلا بك معايا صفوت، قول لنا إيه في البداية إيه الأجواء عندك في الدوحة وأخبار الاحتفالات إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية الأجواء جميلة، والجمهور المصري فرحان، وجمهور الزمالك تحديدا فرحان. وفي البداية نقول إن يعني قطر كانت وش الخير على نادي الزمالك، فوزه بالبطولة كأس السوبر الإفريقي، بطولة غالية. هو اليوم كان بيمثل مصر، وكان كل الجمهور المصري النهاردة بيشجع نادي الزمالك وبيأزروا في الملعب. شفنا كان عدد حضور جماهيري كبير جدا لجمهور الزمالك والجمهور المصري النهاردة في المدرجات، كان عددهم أكبر إلى حد ما يفوق جمهور الترجي.
وحتى يعني شفنا اللعيبة اتأثروا بشكل إيجابي جدا من وجود الجمهور، لأن هم مفتقدين المؤازرة الجماهيرية الكبيرة دي في الملاعب المصرية. فأنا أشوف إن ده كان له أثر إيجابي كبير النهاردة على نادي الزمالك وهو بيلاعب فريق كبير زي الترجي، وأحداث المباراة كلها فنيا كانت ماشية بشكل ممتاز. المدرب الفرنسي كارتيرون واصل التفوق على فريق الترجي للعام الثاني على التوالي، وعلى أرض الدوحة تحديدا العام الماضي فاز على الترجي مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي بنفس البطولة. وبنقول ان هو يعني كارتيرون هو يعني يكاد يكون اصبح عقدة إضافية للترجي، بالإضافة الى عقدته مع كأس السوبر اللي خسرها للمرة الرابعة في تاريخه والمرة الثانية على التوالي في الدوحة، بالإضافة الى ان طبعا نادي الزمالك فاز بها للمرة الرابعة واصبح هو الثاني في الترتيب بعد النادي الأهلي بعدد مرات الفوز بالبطولة. طب صفوة خليك معايا وهنروح نشاهد لقطات من احتفال جماهير الزمالك في القاهرة بالبطولة. وعودة مرة أخرى، ولا زال لدينا ضيفنا صفوت عبد الحليم الناقد الرياضي معنا من الدوحة. وصفوت يعني الزمالك دي المرة الرابعة اللي بيفوز بيها بالبطولة، هل الفوز كان متوقع وكان سهل ولا كان مفاجئ بالنسبة لك؟ هو نقدر نقول الفوز يعني قد يكون متوقع، هو النسب قبل المباراة يعني تكاد تكون كانت متساوية بين الفريقين، الفريقين بطلين، بطل دوري أبطال إفريقيا مع بطل الكونفدرالية، المستوى متقارب، حتى إحنا إن شاء الله بعد أسبوعين ثلاثة هنشوفهم بيتقابلوا مرتين متتاليتين في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا لنسخة 2020، فهما الفريقين مستواهم متقارب من بعضه، فده هو اللي خلى المباراة فنيا كانت ممتازة جدا داخل الملعب. شفنا الزمالك تقدم، بعدها الترجي تعادل، ومن حسن حظ الزمالك ان هو سريعا ادرك الهدف الثاني، فهو بالنسبه له هو اللي اعاد الروح المعنويه مره ثانيه للاعيبه الزمالك واعطاهم قوه معنويه في الملعب، واستمروا وقدروا ان هم يحافظوا على التقدم بالهدف الثاني، وقبل النهايه بلحظات احرز الهدف الثالث قضى على المباراه تماما. ويعني بالنسبه للامور كانت ماشيه يعني السيناريو كان هو بالظبط كارتيرون رسم السيناريو زي ما هو كان محدد قبل المباراه. انا كنت حاضر في الفندق مع فريق الزمالك امس وقضيت معاهم تقريبا ساعتين في قلب الفندق، شفتهم هما بيتحركوا وبيتغدوا قبل التمرين ورايحين، كان في حاله من الانضباط التام جدا داخل معسكر الزمالك من وقت وصوله للدوحه. اسماعيل يوسف اللي هو اللي كان المفروض مسؤول عن الفريق في الدوحه كان هو فرض حاله من الحزم، كانت اللعيبه عليها رقابه شديده جدا، مفيش يعني اي خروج عن مثلا النظام اللي هو حاطه، حتى لدرجه ان كان في بعض الجمهور حاول يتصور يدخل الفندق عشان يتصور مع اللاعبين، كان في حزم في الموضوع ده تماما، فرض حاله من يعني السيطره على الفريق، كان في حاله من التركيز شفناهم في التدريبات، شفناهم حتى في لما وصلوا ارض الملعب كانت اللعيبه مركزه، وهو ده اللي هو يعني يكاد يكون هو اللي حصده نادي الزمالك بعيدا عن اجواء المعتاده لما يكون بيلعب في القاهره، بنلاقي تصريحات بتخرج اللعيبه عن تركيزها، بنلاقي اجواء اخرى ربما تكون ما كانتش بتساعد اللعيبه، لكن الاجواء هنا كانوا قافلين على نفسهم زي ما احنا بنقول كعاده اللاعب المصري، انت لما بتقفل عليه قبل المباراه بايام بيكون عايش جو من التركيز، وهو في النهايه الزمالك حصد النتيجه بتاعته وفاز بالبطوله الغاليه.
ودي ان شاء الله تكون فال خير على الانديه المصريه في افريقيا السنه دي. نشوف احد الانديه الاهلي او الزمالك ياخد دوري ابطال افريقيا بعد غياب سنوات طويله بالنسبه للفرقتين، ولعل وعسى يعني ده يتحقق ان شاء الله في 2020 يعني. ان شاء الله ان شاء الله يا صفت. صفت انت ذكرت ازاي اللعيبه كانوا يعني شاعرين بسعاده لوجود الجمهور، واحنا كلنا شفنا الاحتفال الكبير الجماهير اللي كانت موجوده في انتظارهم في مطار الدوحه، وبعد كده شفنا برضو تواجد الكثيف زي ما انت ما ذكرت في الملعب، وده حقيقي مشاهد يعني بيبقى صعب دلوقتي ان احنا نشوفها في مصر، ما نشوفش التواجد الجماهيري ده موجود في الملاعب للاسف. يعني الى اي مدى فعلا وجود الجمهور بهذا الشكل بيدعم الفرق وبيدعم اللعيبه وممكن يغير من نتيجه المباريات؟ بالتأكيد طبعا المباريات الحاسمة اللي هي مباريات البطولات زي مباراة السوبر أو مباريات هامة زي اللي جاية للأهلي والزمالك في أفريقيا، الجمهور فيها بيكون اللاعب رقم واحد. فعلشان كده احنا شفنا يعني الأهلي بيسعى ان هو يلعب على استاد القاهرة مباراة مثلا سان داونز في دوري أبطال أفريقيا، بحيث ان هو يكسب يعني عدد كبير من الجمهور، وبطلب ان هو يكون عدد كبير من الجمهور، اعتقد لن يكون اقل من 50,000 متفرج. ونفس نفس الشيء الزمالك بيسعى له في مباراه الذهاب مع الترجي في ربع النهائي. فبلا شك يعني وجود الجمهور هو عامل اساسي جدا جدا يعني هو متعه كره القدم في وجود الجمهور. وخصوصا لما يكون مباراه حاسمه فوجود الجمهور هو العامل الاهم. وبالتالي يعني اعتقد يعني المسؤولين في مصر لو لما شافوا عدد الجمهور وشافوا التاثر الايجابي مثلا فريق زي الزمالك، نتمنى ان هم يعيدوا حساباتهم ونشوف الجمهور في الفتره اللي جايه ان شاء الله موجود في ملعب استاد القاهره وجميع ملاعب مصر، لان ده هياثر بالايجاب على مستوى اللاعبين داخل الملعب يعني. طب صفوت رجعنا تاني للمباراه وقول لنا مين ابرز اللاعبين اللي ظهروا بشكل مميز النهارده؟ انا بصراحه عجبني جدا بن شرقي، بعيدا عنه احرز الهدفين لكن هو كان يعني في قمه تركيزه في المباراه. عجبني ابو جبل برضه حارس مرمى الزمالك، كان يعني صمام امان. فبصراحه فرقه الزمالك كلها يعني كانوا رجاله في الملعب، كان عندهم روح كان عندهم حماس، لكن انا اقف عند بن شرقي وعند ابو جبل ان هم كانوا يعني مفتاح الفوز النهارده للزمالك. بن شرقي يعتبر احرز يعني الهدف الثاني تحديدا، اللي هو اللي كان عامل مؤثر في المباراه، هو اللي كان فيه مجهود فردي كبير ومهاره فرديه من بن شرقي، هو اللي حط الزمالك في المقدمه واستمر وبعد كده وحافظ الفريق على التقدم بفضل طبعا الاداء المنظم والدفاع المنظم ومستوى محمد ابو جبل في حراسه المرمى. وطبعا بالاضافه طبعا الى اللاعبين داخل الملعب، انا بالنسبه لي اشوف ان كارتيرون هو يعني رجل المباراه الاساسي. حتى من قبل المباراه لما كان حد بيسالني عن توقعاتي، انا اقول لهم الزمالك في وجود كارتيرون قدام الترجي هيكون هو عامل السحر في المباراه، هو كارتيرون، لان هو مدرب متميز. حتى في تجربته مع الاهلي كان ماشي بشكل كويس، يعني يكاد يكون بس الخساره اللي خسرها مع الاهلي قدام الترجي في تونس دي كان لها امور اخرى غير كره القدم. لكن هو كارتيرون اشوفه هو يعني اللي هو مفتاح الفوز في الزمالك في الفتره الاخيره، حتى بوجوده بعد ميتشو المدرب اللي مشي، كارتيرون قدر رغم كل شيء ان هو يقفل على لاعيبته، عمل توليفه جديده. شفنا في فترات سابقه مثلا على سبيل المثال كنا بنشوف محمد عبد الشافي يبقى قاعد احتياطي، في وجود كارتيرون بقى ليه وجود في الملعب لانه هو عنصر خبره. والنهارده عبد الشافي هو احرز يعني كان هو عامل اسيست لاول هدف. فهو كارتيرون عمل توليفه جديده ومنظمه من اللاعبين، وقبل المستوى الفني الروح اللي خلقها داخل اللعيبه واللي هو يعني الاداء المنظم هو ده اللي خلى الفريق الزمالك ظهر بشكل جديد مع كارتيرون. واتوقع يعني ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي هنشوف سوبر مصر بين الاهلي والزمالك بمستوى فني كويس هيتلعب في ابو ظبي. فنتمنى ان المباراه دي كنت تطلع بشكل يليق بمستوى الكره المصريه، خاصه ان هتبقى تاني مباراه على التوالي للزمالك في وجود جمهور. بالاضافه طبعا هتبقى نفس الاجواء اللي شفناها في الدوحه هتبقى موجوده في ابو ظبي. فوجود الجمهور هيعطي للمباراه طعم جديد، طعم مختلف. فاتمنى من بعدها يرجع الاهلي والزمالك يلعبوا في القاهره في اجواء جماهيريه، هنحصد كل الناس هتحصد نتيجه وجود الجمهور في الملعب في الفتره اللي جايه ان شاء الله. طب صفت قبل المباراه رئيس نادي الزمالك هدد وهدد كذا مره ان الزمالك مش هيروح قطر،
والفريق مش هيروح قطر. ومع ذلك احنا شفنا الموضوع تم، وتم التنظيم كان ناجح، وشفنا تغطية إيجابية من الصحافة القطرية ومن الصحافة المصرية. لأي مدى في رأيك بتؤثر السياسة على الرياضة؟ أنا أتذكر هنا في أول ما طلعت الأزمة دي، أعتقد كنا في شهر نوفمبر، قلتها هنا على شاشة التلفزيون العربي، قلت إن هو عاجلا أم آجلا الزمالك لن ينسحب، والزمالك هيبقى موجود في الدوحة، والزمالك هيلعب السوبر في الدوحة، بعيدا عن كلام مرتضى منصور اللي وصفته وقتها إن هو يعتبر أزمة بدون لازمة. وقلت وقتها إن السياسة ملهاش أي علاقة تماما بالرياضة. برضه في نفس الكلام كنت قلت ان هو في نفس الفتره دي كنا شايفين منتخب السعوديه، منتخب الامارات، منتخب البحرين موجودين في الدوحه بيلعبوا كاس الخليج. فهو مرتضى منصور حاول يصدر ازمه بدون لازمه، وفي النهايه طبعا الدوله هي طبعا في مصر هي اللي اتدخلت، والمباراه اتلعبت، والزمالك كان موجود في الدوحه وفاز بالبطوله. وده طبعا بالاضافه الى جانب التنظيم العالمي المعتاد لقطر لجميع البطولات اللي بتتنظم على ارض الدوحه هنا. يعني في الفترة الأخيرة شفنا طبعا النهاردة كان السوبر الإفريقي، من في شهر 12 كان في كأس الخليج وكان في كأس عالم للأندية، والمعتاد طبعا جميع البطولات بتتنظم بجو مثالي. وبالإضافة إلى وجود الزمالك والترجي فريقين عربيين وجالية مصرية وجالية تونسية موجودين في الدوحة أضاف ليها نوع من الاهتمام الجماهيري أكتر، فبالتالي كان في حرص على التنظيم بشكل مميز بشكل أكتر، وبالتالي خرجت المباراة بشكل ناجح، بشكل يعني يليق بتنظيم الدوحة للأحداث المهمة الرياضية قبل حدث عالمي زي كأس عالم 2022. ونتمنى تكرار هذه المباريات في الدوحة يعني في السنين اللي جاية، لأن ده مكسب للتنظيم القطري، وبالإضافة للجمهور اللي هو الجاليات المصرية أو التونسية أو العربية كلها بشكل عام بتستمتع بمثل هذه المباريات. الناس كلها تتسابق ان هي تحضر المباريات، وبتكون متواجده في حاله في ظل وجود حاله من الالتزام والتنظيم المميز. يعني بنشكرك، كنت معنا من الدوحه الناقد الرياضي صفوت عبد الحليم، نورتنا يا صفوت. نخرج معاكم لفاصل ونعود لاستكمال فقراتنا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تحقيق تقدم في مفاوضات سد النهضة الجارية في واشنطن، مع استمرار النقاش حول القضايا المتبقية اللازمة للوصول إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية الشهر الجاري. وأعربت الخارجية المصرية في بيان لها عن تقديرها لجهود وزارة الخزانة الأمريكية والاهتمام اللافت الذي أبداه الرئيس الأمريكي ترامب. المزيد من التفاصيل بالتقرير التالي. الحل النهائي لأزمة سد النهضة يلوح في الأفق، هذا ما حمله بيان من وزارة الخزانة الأمريكية، حيث ذكر أن كل من مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا على إسناد مهمة إعداد صياغة الاتفاق النهائي حول قواعد ملء وتشغيل السد إلى وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي على أن يتم التوقيع عليها نهاية الشهر الجاري. وأضافت الخزانة الأمريكية في بيانها أن وزراء الخارجية والري في الدول الثلاثة استعرضوا التقدم الذي أحرزته الوفود الفنية والقانونية، والذين استمروا في المناقشات حول القضايا المتبقية للتوصل إلى اتفاق نهائي. ومن جانبها ثمنت القاهرة دور الإدارة الأمريكية والبنك الدولي في المفاوضات بحسب بيان للخارجية المصرية اليوم، وكان يومي الأربعاء والخميس قد شهدا استكمال التفاوض المستمر منذ الشهر الماضي، وكانت الدول الثلاث قد أعلنت من قبل عن التوصل إلى اتفاق مبدئي حول تحديد الإجراءات في حالات الجفاف وسنوات انخفاض المطر، وكذلك قواعد التشغيل طويل الأمد. كما اتفقت الدول الثلاث على أهمية التوصل إلى آلية لفض المنازعات، فضلا عن تناول مواضيع أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية له. ويأمل المصريون في أن تثمر تلك التطورات عن حل واقعي يراعي المصالح المائية للدول الثلاث، كما يجنب مصر مخاطر العطش والتصحر.
وينضم إلينا من القاهرة الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة. أهلا بك معايا دكتور عباس. وفي البداية، هل عندنا معلومات تحديدا إيه النقاط اللي تم بالفعل الاتفاق عليها، وإيه النقاط اللي لازال جاري المفاوضات حولها؟ أولا أهلا بحضرتك أهلا أستاذ يا أسامة فندم. وبالسادة المشاهدين. الحقيقة لا، ما فيش أي تفاصيل على النقاط سواء كان فيها اتفاق أو فيها اختلاف، لكن الواضح من البيان إن في إصرار أمريكي على الوصول أو للوصول إلى حل باختيار يعني أمريكا لصياغة البيان وعرضه على الوزراء ورؤساء الدول في نهاية هذا الشهر. أيضا نلمس من البيان إن أمريكا طالما هي اللي هتكتب أو تصيغ الاتفاق، إن أمريكا والبنك الدولي تحولوا من صفة المراقب إلى صفة الوسيط، لأن هم في الشهور الثلاثة اللي فاتوا كانوا بيحضروا الاجتماعات كمراقب، ما كانوش بيتكلموا، لكن الآن بدأوا يتدخلوا وإن هم اللي هيكتبوا الصياغة، لأن واضح إن الأطراف الثلاثة لم يتوصلوا إلى صياغة توافقية. فأصبح الآن على أمريكا والبنك الدولي بالاستعانة بخبراء البنك الدولي إن هم اللي هيكتبوا الصياغة، ثم تعرض على الوزراء ورؤساء الدول، لأن متوقع إن الوزراء ما يبقاش عندهم القدرة على اتخاذ القرار، لأن ربما أكيد الصياغة يعني يعني زي ما بنقول ربما يعني لا تحقق مطالب سواء مصر أو إثيوبيا. فالوزير يخشى إنه يتهم بالتخلي عن بعض الحقوق، فإذا هنا يبقى السلطة الوحيدة في إيد الرؤساء. عشان كده في ترامب شخصيا مهتم، وبالتالي في الاستعانة بالرؤساء في نهاية هذا الشهر. أيضا الحقيقة برضو في شيء ملحوظ، تحسن في موقف السودان مع الجانب المصري. طوال السنوات الثلاث الماضية كان في السودان مع إثيوبيا، لقينا دلوقتي في تغير في الموقف السوداني لصالح الموقف المصري، لدرجة إن إثيوبيا حاليا بتقول إن في ضغط على إثيوبيا سواء من أمريكا أو البنك الدولي، كما إن السودان اتجه إلى مصر، فأصبح المفاوضات كأن إثيوبيا في مقابل أربع أطراف، هم أمريكا والبنك الدولي وطبعا مصر والسودان. الحقيقة لأن آن الأوان إن يطلب من إثيوبيا إبداء المرونة، وهنا شعرت إثيوبيا لأول مرة إن كأن في ضغط عليها، لأن في طلب منها بإبداء المرونة في هذه المفاوضات. أيضا إثيوبيا بدأت تراوغ أيضا في إنها بتقول عايزة تشاور دول المنابع، في وهنا اتخذنا في متاهة تانية وهي تخصيص حصص لدول منابع النيل. احنا بنشكرك، كنت معنا من القاهرة الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، شرفتنا يا دكتور. وبينضم إلينا من واشنطن الكاتب الصحفي محمد المنشاوي. أهلا بيك معايا أستاذ محمد. وخلينا نبدأ من البيان الأمريكي وبيان وزارة الخارجية المصرية. الحقيقة إن البيانين كان فيهم نقطة لافتة للغاية، وهي إعلان إن الولايات المتحدة والبنك الدولي هيعدوا اتفاق نهائي وهيتم عرضه على الثلاث دول. ايه سبب خطوة زي دي يا فندم؟ أتصور أن لجوء الولايات المتحدة والبنك الدولي إلى صياغة الاتفاق النهائي معناه أن هناك أزمة في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، ولم تستطع الوفود المتواجدة هنا خلال المفاوضات الأخيرة آخر يومين، وقبل ذلك خلال الأشهر الأربع الأخيرة، وأيضا خلال السنوات الأخيرة التوصل لحلول وسط مقبولة من العواصم الثلاث الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا. والآن اضطرت الولايات المتحدة والبنك الدولي للتدخل بثقل كبير وبقوة كبيرة من أجل صيغة الاتفاق المبدئية التي يجب أن توافق عليها الأطراف الثلاثة. فأعتقد أنها رسالة سيئة إلى أن المفاوضات المباشرة بين الأطراف لم تنجح، واضطروا إلى اللجوء للولايات المتحدة والبنك الدولي. وأعتقد أن هذا له مخاطره على الدول الثلاثة، وسنرى ذلك خلال الأيام القادمة.
وأعتقد أن ده كان واضح، يعني حتى صياغة، لو بصينا لصياغة بيان وزارة الخارجية المصرية، الحقيقة كان في تفاصيل كتيرة، تفاصيل متعلقة مثلا بالمفاوضات الجارية في الفترة الحالية، بالمفاوضات اللي هيتم التفاوض عليها بالشكل المستقبلي. لكن لما دورنا على الجانب الإثيوبي لقينا بعض التصريحات موجودة لوزير الري الإثيوبية على تويتر بيقول أن يا جماعة اتفضل. بالضبط، الموقف المصري المعلن كان متفائلا جدا بالدور الامريكي ودور البنك الدولي، في حين ان الموقف الاثيوبي كما اظهرت وسائل الاعلام الاثيوبيه والمسؤولين الاثيوبيين اكثر تحفظا واضح جدا في ان هناك عدم اتفاق على اي شيء حتى هذه اللحظه. واعتقد ان الخارجيه المصريه ربما تريد ان تضغط على الجانب الاثيوبي وان تظهر بعض المرونه وبعض التفاؤل ان هناك حل قادم، لكن الاثيوبيين كانوا اكثر تحفظا عما ستخرج به هذه الرؤيه الامريكيه ورؤيه البنك الدولي. لكن اعتقد ان الطرفان المصري والاثيوبي لن ينالا ما يريدان، كلاهما سيتم التراجع في موقفه المبدئي. واعتقد ان الولايات المتحده والبنك سيضغطان، حيث أن الرئيس ترامب وضع اسمه وما يمثله كرئيس أهم دولة في العالم في هذه المفاوضات باستضافته مرتين لوفود التفاوض، لوفود الدول الثلاثة. وأعتقد أنه لا يمكن له أن يقبل فشل الوساطة الأمريكية مع دول حليفة تعتمد بصورة كبيرة على مساعدات أمريكية، مساعدات البنك الدولي سواء كانت مصر مساعدات عسكرية تفوق المليار دولار في السنة، وإثيوبيا مساعدات تنموية واقتصادية تفوق أيضا مليار دولار في السنة من الولايات المتحدة. فأعتقد أن الأطراف في موقف صعب جدا، وأعتقد أنه سيطلب منهم وستضغط عليهم واشنطن والبنك الدولي من أجل القبول بما تطرحه خلال الأيام القادمة واشنطن والبنك الدولي معا. طب ما ده برضو سؤال أستاذ محمد، يعني زي ما حضرتك ما بتقول أن القضية يعني الرئيس ترامب مهتم بها بشكل شخصي، وتم استقبال الوفود من الدولتين، يعني من الثلاث دول بشكل متكرر مرتين، والخارجية المصرية في بيانها النهاردة شكرت تدخل الرئيس ترامب وشكرت مجهوده، ليه؟ إيه السبب في اهتمام وكل هذا الاهتمام؟ الرئيس يبحث عن شرعية عالمية كي يظهر أنه رئيس يستمع إليه عالميا وله دور في قضايا إقليمية هامة. البعض يشكك هنا في الرئيس الأمريكي وفي قدراته السياسية والذهنية والدبلوماسية، ونحن في عام انتخابات، وأي إضافة له ستفيد في حملته الانتخابية. إذا ظهر بمظهر وسيط سلام واستطاع أن ينهي صراع طويل في وادي النيل وأصبح لواشنطن دور كبير في هذه المنطقة، أعتقد أن هذا يضيف إليه في صورة علاقات عامة مهمة له ورأي عام قد يكون مؤثرا في هذه اللحظة من العام الانتخابي الأمريكي. وأعتقد أن الرئيس ما كان لا يتدخل في هذا الملف الهام والحساس والصعب إلا إذا كان متأكد أنه لديه أدوات يضغط بها على الأطراف. وأعتقد أن وجود البنك الدولي أيضا الذي على رأسه رئيس البنك ديفيد ميل باس كان نائب وزير الخزانة الأمريكي حتى شهور مضت، فالبنك أصبح جهة أمريكية في هذه الجولة من المفاوضات. وأعتقد أن الضغط الأمريكي وضغط البنك الضغط المزدوج سيدفع بالأطراف للموافقة على ما تطرحه واشنطن. وأعتقد أن الخبراء الأمريكيين يدركون موقف كل دولة وصعوبة كل دولة ويدركوا الأبعاد القانونية والفنية بدقة، وأعتقد أن الأطراف ستخسر إلى حد ما، مصر ستخسر بعض من حصتها المائية، وأثيوبيا ستخسر في الفترة التي تريد فيها ملء السد، وسيكون هذا حل وطن ووسط للأطراف كلها. طب أستاذ محمد، يعني حضرتك قررت مرتين على أن الدولتين سواء أثيوبيا أو مصر مش هيحصلوا على اللي هم عايزينه، وهيحصلوا وكل دولة منهم قد تخسر بعض المطالبات اللي هي بتطالب بيها، لكن هل عندنا فكرة تحديدا إذا كان الجانب الأمريكي وجانب البنك الدولي اللي هم بيعتبروا مراقبين في هذه الحالة، إذا كانوا بيميلوا لأي طرف أكثر من الآخر؟ هل عندنا تخمينات إذا كانوا بيميلوا للجانب المصري في مقابل الأثيوبي أو العكس؟ لا أتصور أن هناك تفضيل موقف القاهرة أو أثيوبيا من جانب واشنطن أو البنك الدولي. هم يدركون أن كل دولة لديها حجج قانونية وفنية وإنمائية وسكانية ومنهج ومنطق وراء هذه المطالب أو تلك، لكن يدركون أيضا أن المطالب متناقضة، ما ستحصل عليه أثيوبيا بالضرورة تخسره مصر، والعكس ما تحصل عليه مصر تخسره أثيوبيا. والسودان أعتقد أنه دولة محايدة في هذا الصراع. الرئيس
الرئيسي بين مصر وإثيوبيا، واعتقد ان القاهرة عليها ان تتوقع ان يكون هناك بعض الخسارة في الحصة المائية وفي اثر السد على مصر. طبعا السد ليس له نتائج على مصر الا ستكون نتائج سلبية، والسد تم بناء 70% منه، وإثيوبيا ايضا لن يكون هناك انجاز في ملء السد في السنوات التي تريدها، العدد القليل من السنوات. واعتقد ان واشنطن تدرك هذا وتدرك ان الافضل لها ولسمعتها الدولية ان يكون هناك حل وسط يقبل به الاطراف. طب استاذ محمد، هل عندنا معلومات ايه تحديدا النقاط اللي تم الاتفاق عليها، وايه تحديدا النقاط اللي زال في خلاف عليها ما بين الطرفين؟ لا، النقاط اللي اتفق عليها هي النقاط العامة جدا، مثل أن تكون هناك آلية لفض النزاعات، أن يكون هناك اعتبار للآثار الاجتماعية والبيئية، أن يكون هناك اعتبار لسنوات الجفاف والفيضان. لكن النقطتين الأساسيتين منذ سنوات وليس منذ أشهر فقط، وهي سنوات ملء الخزان وإدارة السد بعد ذلك، ما زالت نقاط خلافية، وليس هناك أي تسريبات عن الرؤية الأمريكية لحل هاتين المشكلتين الصعبتين جدا، والتي كانت هي لب الخلاف المصري الإثيوبي لسنوات وليس فقط لأسابيع قليلة منذ تدخل واشنطن. طب أستاذ محمد، البعض في مصر متخوف من استخدام ملف سد النهضة من الجانب الأمريكي للضغط على مصر لتمرير صفقة القرن، هل ده وارد؟ لا، مرة أخرى من فضلك. البعض في مصر متخوف من استخدام المفاوضات المتعلقة بسد النهضة ومشكلة سد النهضة ما بين مصر وأثيوبيا، وأثيوبيا ووجود أمريكا كمراقب ما بين الدولتين، باستخدام نوع كورقة ضغط من الجانب الأمريكي لتمرير صفقة القرن. لا أتصور أن الربط مباشر بين القضيتين. مصر والرئيس المصري هو من طالب تدخل الولايات المتحدة، وأثيوبيا وافقت، ولا أفترض أن هناك ضغوط على مصر. مصر موقفها ضعيف جدا في موضوع التفاوض مع أثيوبيا بخصوص سد النهضة، وليس هناك الكثير مما تستطيع أن تتخلى عنه طوعية من أجل ملفات أخرى مثل قضية صفقة القرن أو خلافه. أعتقد أن الموقف المصري ضعيف بالأساس، ولا يمكن إضعافه أكثر بوجود صفقة تجاه قضايا أخرى. الموقف معقد والموقف المصري صعب، ولا أتصور أن هناك ما تقدمه مصر لخطة ترامب في سلام الشرق الأوسط حتى اللحظة سيناء خارج الحسابات. وأعتقد أن الضغط المصري والعربي على الفلسطينيين ليس سرا، ولا أعتقد أنه مرتبط بقضية سد النهضة على الإطلاق. طب أستاذ محمد، في رأيك إلى أي مدى نقدر نقول أن شبح فشل المفاوضات خلاص انتهى، وأن هما بالتأكيد هيصلوا إلى اتفاق بنهاية الشهر الجاري زي ما تم الإعلان؟ سؤال صعب. الإجابة أن النقاط الخلافية لم يتم الإعلان عنها، وهي قد تكون عوامل تؤدي إلى فشل المفاوضات أو فشل قبول أثيوبيا أو القاهرة أو مصر لهذه الرؤية الأمريكية ورؤية البنك الدولي. لكن في نفس الوقت أدرك أيضا أن القاهرة وأثيوبيا لا تستطيع أن تقول لا للرئيس ترامب. طيب يعني هل عندنا أي فكرة إيه اللي ممكن يحصل في حال لا قدر الله لما يصل الجميع إلى اتفاق بنهاية الشهر الجاري؟ إذا لم يتم الاتفاق بنهاية الشهر الجاري، كما رأينا في الماضي عندما كانت يكون هناك انسداد في المفاوضات، يتم طرح فترة أخرى جولة أخرى من التفاوض أملا في وجود تراجع من طرف أو آخر. لكن أتصور أن هذه مرحلة حاسمة، لا يوجد أحد أقوى من الولايات المتحدة أو البنك الدولي في هذه الحالة للضغط على الأطراف، والأطراف تدرك حجم وأهمية هذه القضية الآن للرأي العام الأمريكي وللبنك الدولي، وهما يحتاجان البنك الدولي بشدة، مصر وإثيوبيا، ويحتاجان بشدة الرئيس ترامب والولايات المتحدة. وأعتقد أن الحل قد يكون قريبا إذا كانت واشنطن والبنك الدولي يدركان مخاوف القاهرة وإثيوبيا ويقدموا بعض الضمانات للأطراف. وأعتقد أن هذا هو ما يبحثه الجانب الأمريكي مع البنك الدولي الآن، طرق تؤمن بها القاهرة وإثيوبيا أن أي خروج عن الاتفاق الملزم سيكون هناك رد فعل أمريكي أو تصليح أو إصلاح من الجامعة المتحدة لهذه الاختلالات. وأعتقد أن الأيام القادمة أيام حاسمة في مستقبل صراع المياه بين مصر وإثيوبيا. بنشكرك، كنت معنا من واشنطن الكاتب الصحفي محمد المنشاوي، شرفتنا يا أستاذ محمد.
وبنتمنى ان الدول الثلاثه يصلوا الى اتفاق الحقيقه، يعني نقول ايه، يرضي الشعوب الثلاثه ويعمل الى مصلحتهم، سواء حقهم في الحياه او حقهم في التنميه. شكرا لكم متابعتكم، ليلتكم سعيده وبكره احلى باذن الله يا رب.